انت مع قرار تحجيل السفر عليك. فهي تقابلت مع رئيس الجمهورية اليوم، من غدوة خرج ديسيزيون هذا متاع تحجيل السفر. عندهم علاقة ببعضهم إذا صحيت ولا لا؟ سعيد كون يكون عندهم علاقة ببعضهم، لأنه قرار تحجير السفر كان معناه جا بناء، خاطر أنا شفت الطلب جا بناء على طلب النيابة اللي هو قبل قبل اللقاء مع رئيس الجمهورية. معناها ما فماش علاش كونه معناها رئيس الجمهورية معناها كي تقول لي أنت عندهم علاقة ببعضهم، شنو معناها؟ معناها خاطر قابلت رئيس الجمهورية جاء تحجير السفر؟ أو رئيس الجمهورية وراء تحجير السفر؟ باش نكونوا واضحين، شنو تناولتوا فيه أبرز النقاط في الاجتماع هذاك؟ الاجتماع هذاك عادي، هو عبارة على لقاء لتوضيح وجهات النظر بالنسبة ما بين رئيس دولة وحزب موجود في السلطة، اللي هو الحزب موجود في الساحة السياسية، ما نقولش في السلطة، كنا في السلطة وخرجنا، ولكن حزب في الساحة السياسية كان في وثيقة كرتاج وانسحب منها، ووضحنا موقفنا وحكينا على الوضع العام في البلاد، وهذا هو، وأعطيته لمحة على الوضعية نتاعي. كان مفاجئ شوية ولا الاجتماع في الوقت هذاك؟ برشا عباد تفاجئوا به. باهي، وين وصلت الامور في القضيه نتاع تحجيل السفر؟ وبقيت القضايا مرفوعه ضدك سواء في القطب القضائي المالي ولا غيره؟ هما عندي التجنيد وعندي والتحجير اللي صار من بعد، هذوما بناء على القضيه المرفوعه ضدي من 2012. تم اتخاذ القرار هذايا في 28 جوان، قرار التجنيد، ويوم 19 سبتمبر قرار التحجير على نفس القضية، وقمنا بطلب رفع تجنيد وطلب رفع التحجير في صورة ما عدم موافقة قاضي التحقيق، نمشي لدائرة الاتهام في محكمة الاستئناف. واضح. قبل تحجير السفر كنا كل يوم نسمعوا مع فيسبوك شبكة التواصل الاجتماعي سليم الرياحي ممكن يغادر تونس، فما سبب يخليك تغادر تونس في يوم من الايام؟ يغادر تونس معناها مش معها. حتى كان فما ندوه صحفيه غاليه كانت باش تعقد، وبرشا قالوا سليم باش يبطل حتى من الكلوب ومن النادي من الاتحاد الوطني الحر. لا، كلام هذا كلام مش صحيح، ولكن كانت فما الفكره كونه نغير مكان اقامتي. ترجع لندن؟ اكيد، لانه اليوم انا في تونس معناها عندي ثلاثة أنشطة. النشاط الأول هو النشاط السياسي، والنشاط الثاني هو النشاط الرياضي، والنشاط الثالث هو النشاط الاقتصادي كرجل أعمال. النشاط الاقتصادي تم تجنيده، وقف معناها مجمد في البلاد، معناها عندي تجنيد ممتلكاتي، الأسهم نتاعي، فلوسي، الأرز، ده كل شيء في تونس، وهو الاساس معناها نعتبره. ولات لي اشكاليه، معناها فما جزء من الانشطه نتاعي ولا جزء من وقتي تم تجميده. النشاط الرياضي نعتبره مجمد، لانه انا الممول للنادي الافريقي،
ولو كان النادي الافريقي ما يكونش عندي مال باش نصرف عليه المصرف على الجمعيه نعتبره في معناه مجمد حتى النشاط الرياضي معناه اصبح دوري صحيح على رئيس الجمعيه ولكن 60-70% من الدوري وقع تجميد لهذا نعتبر النشاط الرياضي حتى هو اصبح ملغي معناه والا تحت التجميد قعد النشاط السياسي. النشاط السياسي حزب عنده هياكل وعنده القيادات نتاعو وانا بحكم عندي المشكلتين هذوما ياثر على ادائي في سياسيا. وقلت بما انه تم رفض طلب رفع التجميد اصبح العمليه مش مازالت مطول. لا يمكن للشخص كيفي انا معناها نخدم عندي 20 سنه من الصباح في قريب 16-17 ساعه باش نلقى روحي قاعد 70% من طاقتي نائمه راخده معناها مجمد. قلت لك نمشي السياسه النشاط السياسي ماهوش صعيب معناها نمشي ونجي ولكن النشاط الاقتصادي الاساس لابد يكون متحرك ونتحرك في مكان عندي حريه مانيش مجمد انا ما عنديش تجميد انا ندور في العالم كله عندي مكاتب بارتو وعندي ادارتي واداره شركاتي في لندن اللي هي اعظم دوله في العالم نعتبرها وارقى دوله في العالم ولو كان فما مشكله راهو صارت لي في لندن مش في تونس. هذا علاش قلت انا نرجع لندن نمارس نشاطي طبيعي والسياسه مش بعيد عليا. الرياضه لابد كون الناس كل تتحمل مسؤوليتها لانه وصلت الى مرحله كونه اليوم نصرفوا من مداخيل النادي الافريقي معناها تصرفت انا ولكن المرحله القادمه باش نوليو نصرفوا من مداخيل النادي الافريقي ما عادش عندي اضافه انا في شخصي. لا هذه ممكن نخدم طريقة أخرى من الخارج تولي نلقى حلول أفضل للنادي الإفريقي. هذا هو. كنت تحكي على التجميد وعلى تحشير السفر ديما تقول فما حملة عليك وتصفية حسابات سياسية شكون الأطراف هذوما اللي تتهمهم ديما بشان حملة ضدك؟ والله اليوم شوف اليوم أنا التقيت بالمسؤولين في الدولة الكل إجرائيا تم إضافة شكوى ثانية في القضية هي اللي خلت قاضي التحقيق ياخذ قرار بتجميد تجميد الأرصدة نتاعي. ولكن كي تجي تشوف أنت القرار اللي خذاه بناء على مستندات مزورة من أشخاص متحايلين. هذه هي المشكلة اللي خلتني أنا ندخل في عملية الشك لأنه مش معقول كونه نعتمدوا أوراق مزورة يقدموها أشخاص متحيلين بدون تأكد منهم وتأكد من مصداقيتهم وناخذوا قرار بتجميد أملاك وأرض ومنقولات شخصية وطنية في تونس القوة الثالثة في البرلمان رئيس أكبر جمعية ما عنديش مشكلة في تونس عمري ما استثمرت ما كنتش مع بن علي ما خدمتش معاه ما دخلتش فلوس من تونس ما خديت حتى صفقة في البلاد هذية فلوس الكل جايين من برا بما أنه في فترة من فترات تونس معناها يمكن أنت كمواطن تونسي ولكن عندك إقامة في الخارج تفتح حسابات بالعملة الصعبة وتتصرف هذاك اللي عملنا فتحت حسابات بالعملة الصعبة لشركاتي الشخصي وليت جزء من صفقاتي في الخارج نحول فيها لتونس وتم على عن طريق البنوك التونسية تمهيدا للعودة من غير سياسة قبل 2011 بشوي بشوي نحب نرجع لتونس نرجع بلادي ممكن نستثمر بديت نشري في أراضي بديت هذا اللي صار. معناها انت كي تجي تشوف انا ما عندي حتى علاقه
بالدوره الاقتصاديه التونسيه، ما عنديش بها حتى علاقه. لست استثمرت فيها مسقط جاي من برا انا وفلوسي من برا كل معناها كي تجي تشوف اشكاليه كبيره. العمليه عمليه مفتعله نعتبرها من السياسيين اللي بداوا بعد الثوره اللي هي الترويكا اللي ضرب يشوفوا الفينومين هي جديده، هذه حاجه جديده دخلت البلاد، الشكل هذا يقلق. عنده فلوس، عنده وضعيه، عنده امكانيات، ينجم يقلقنا. ما عادش ترويكا، اعطينا اسماء، شكون مثلا؟ بدات من المرزوقي. الترويكا المرزوقي والنهضه ولا والتكتل في الوقت هذاك. التكتل ما عنديش اشكال معاه، ولكن في الوقت هذاك المرزوقي هو اللي مرزوقي والنهضه معناها هذم اللي كانوا يسيروا في البلاد في المرحله ذيك. معناها الاكيد جات لانه عمليه مسقطه. يجي البنك المركزي يخرج فيك تقرير يقول فما شبهه في الحركه الماليه نتاعو، بينما الحركه الماليه نتاعي واضحه كي قدمتها توا قاعده التحقيق بالدولار كيفاش دخلت. واضح. نحكيو شويه على الائتلاف مع محسن مرزوق، ما دامش اكثر من ايام قبل ما تقع القطيعه بيناتكم، شنو هي الحاجات اللي تثبت في القطيعه هذه؟ احنا مش ائتلاف، احنا عملنا معناها جبهة الانقاذ عبارة عن الأحزاب، مجموعة من الأحزاب اللي من المفروض الأحزاب تكون معارضة. هذيك هي اللي خلات العملية ما تستمرش، لأنه اختلفنا في خرجنا على المبادئ نتاع الاتفاق نتاع وثيقة التأسيس النهار الأول، كونه جبهة الانقاذ هي جبهة معارضة. مش ممكن كونه أنت تكون في جبهة معارضة وفي نفس الوقت تدعم في السلطة. ولا عندك عنده مواقف مع السلطه، معناها عادي. يعني نحكي مبدا المعارضه، ما هو مبدا المعارضه؟ كونه انت تنقد نقد، هو انت معارض للسلطه للنظام القائم. اما معارض براغماتي معناها كالعالم الكل، تلقى حزب في المعارضه وحزب في السلطه. هذاك هو حبينا احنا نكونوا الحزب المعارض اللي كيعارض يعارض بشده ويدفع السلطه اللي للاصلاح. معناها هي المصلحه في النهايه مش ترجع للشعب التونسي. كيفاه؟ كي انت تعارض بناء على الاخطاء. الاخطاء مش تنقد الاخطاء اللي تقوم بها السلطه الحاليه. هذاك هو السبب الاساسي. لو كان السلطه هذيك الاخطاء اللي قامت بها وانت عارضت من اجلها وبصوت عالي ووصلت وتم اصلاحها. معناها ديجا دورك كمعارض اعطى الاضافه ورجع بالمنفعه على التوانسه. هذا من ناحية. ومن بعد كي نمشيو للانتخابات القادمة، كان الشعب التونسي شاف كونه هيك السلطة القائمة صلحت من أخطاء وقادرة كون يزيد يعطيها فرصة يعطيها، لقاها ضعيفة وما أصلحتش ما قامتش بالإصلاح، باش يمشي ياخذ المعارضة اللي هي باش تاخذ السلطة. معناها المعارضة باش تكون بديل للسلطة القائمة. هذا هو، ما نجموش نكونوا بحتى صورة قراب للسلطة. واضحه العمليه، ما فيهاش برشا فلسفه. المشروع تونس ما خداش مكان واضح، معناها لا في السلطه ولا في المعارضه. ما يهمنيش فيه حابلين، ولكن يا في السلطه يا في المعارضه. احنا كنا في السلطه خرجنا المعارضه، لو كان فما اصلاح وبعد اللقاءات اللي قاعده تتم توا اللي إعادة النظر في عدة نقاط خاصة اللي احنا مانيش موافقين عليها في وقتها على مستوى تركيبة الحكومة، الرؤية الاقتصادية اللي ماشية بها. اليوم تكلمنا على حملة الفساد تأطيرها وإعطائها وتكون تدخل في نظام مؤسساتي، معناها تتأسس ما تكونش نطلقوا حملة ونوقفوا مجموعة فقط ومن بعد ترقد العملية والناس تقعد تستنى شنو الإجراء. لا، تاخذ هي فكرة باهية، عملية طيبة، مكافحة الفساد في تونس لو كان تنجح فيها تزيدك على الأقل نقطتين في المنظومة في الحركة نتاع المؤشر الاقتصادي، ولكن لابد كونه تتأسس وتبدا منظمة، وهذا اللي طلبناه من الحكومة. معناها باش ناخذ موقفك في بعض القضايا،
نبدأ القضية الأولى، تأجيل الانتخابات البلدية، موقفكم وموقف الحزب بتاعكم. طبيعي كونه تتأجل، من الطبيعي كونه تتأجل، لأنه الانتخابات البلدية ما عندها فما مواصفات وفما شروط لابد كونه تكون جاهزة باش تعمل الانتخابات البلدية. مجلة الجماعات المحلية مش حاضرة، المحاكم الإدارية مش حاضرة، باش تعمل على أي أساس معنى الانتخابات؟ معنى كي يدخل رئيس البلدية ما يعرفش دوره شنو، ما يعرفش شنو شيخته. كنت وين تنوي التقدم على الحزب نتاعك الانتخابات البلدية؟ أكيد أكيد، على الأقل على الأقل كنا ناوي نتقدموا في 70-80% من الدوائر. واضح. بموقفك في التساوي في الميراث اللي بين الرجل والمرأة؟ هي هي رؤية وإلا التوجه، فكرة يأمن بها السيد رئيس الجمهورية، طرحها، كون لجنة باش تناقش هالمشروع ولا هالمقترح هذا. بالنسبة لنا احنا نفس الشيء، ديما الاتحاد الوطني الحر معروف برؤيته وتوجهه الاقتصادي والاجتماعي، ولكن سياسيا لابد زاد كون يكون عندنا موقف. اليوم احنا العملية هذه ما خديناش فيها موقف واضح، اما حبينا نمشيو فيها للنتائج اللي مش تتولد والا المقترحات اللي باش تخرج بناء على اللجنة هذه من ناحية، وحبينا نرجعوا فيها للتوانسة. معناها انا بالنسبة لي انا كنشوف نقول افضل شيء لو كان مش نمشيو في تقاسم الميراث ناخذوا راي التوانسة. استفتاء عادي، انا نشوف كونه الاجتهاد. انت معاه ولا ضد؟ انا مع انا الخاص سليم الرياحي. لا سليم الرياحي انا ما عنديش ما في شخصي من مازلت ما خذيتش ما تعمقتش في الموضوع بصراحه، معناها كون وانا معاه ولا ضد، ولكن انا كسياسي اليوم انا مع اللي رغبه اي رغبه التوانسه يشوفوا كون وكي نمشيو في التقاسم معناها الميراث ما بين الرجل والمراه، او نمشيو نبقى على الحاله اللي احنا عليه. معناها ما نعتبرش فما اشكال كبير في الموضوع، والناس عامله منه معناها قصه ويحبوا يدخلونا في دوامه اخرى، انا نشوفها عادي. بحكم الوقت نجموا نتطوروا ونمشي لتقاسم الميراث، كونه هي اليوم العمليه كونه طرحت اليوم وقتها ولا مش وقتها، نمشيوا الاستفتاء ولا نشوفوا اللجنه اللي كونها السيده الجمهوريه وباش تعطينا نتائج العمل نتاعها، هذا يبقى للوقت هو اللي يأكد لنا. ولكن انا ماهوش موضوع مهم جدا بالنسبه لي، ماهوش موضوع اللي هو من اولويات الاتحاد الوطني الحر ولا من اولوياتنا احنا. نجم يكون حاجه معناها تحسب لرئيس الدوله كونه عمل توش تقعد على خاطر كلمة تبدلت يعني اللي هو ولا التوانسة يتقاسموا الراجل والمرأة يتقاسموا سي بون، معناها هذيا يعتبر إنجاز لرئيس الدولة. نشوفوا توا النتائج نتاعو، يستمر العملية تقدم وإلا ما تقدمش فقط. في وقت سابق كنت غبت باستقالة الباجي قائد السبسي، حتى في الحديث توا حسيتك مكل لمت شوية مع الباجي قائد السبسي، شنو تقييمك الفترة اللي قضاها في رئاسة الجمهورية؟ مانيش باش نقيم الفترة نتاعي، ولكن أنا كي طلبت الاستقالة طلبت استقالة في وقت معين، في فترة معينة، في وضعية معينة في هالبلاد، في المناخ السياسي بالكامل. وكنت والأساس اللي طلبت ما طلبتش استقالته هو بالأساس، ولكن طلبت بحل برلمان وبانتخابات برلمانية مبكرة.
هذا هو الأساس، لأنه أنا نأمن كون النظام اللي احنا فيه هو نظام معناه برلماني. ما زلت عند موقفك؟ اليوم بعد الانتخابات البلدية تم تأجيلها، نعتبر كونه الانتخابات برلمانية مبكرة في نهاية 2018 حاجة باهية برشا لتونس. هذا رأي. بالنسبة لرئاسة الدولة ولا رئيس الجمهورية ما كانش أساس معناها الطلب نتاعي، واليوم يولي حتى لو كان في الوقت ذاك ما تمتش العملية، اليوم أصبحت متأخر وخر. اليوم راهو الانتخابات قريب 2019 تبدا من اول 2019 تبدا تحضر. انا حسب رايي بالنسبه لرئيس الجمهوريه كونه هو ضامن للاستقرار متفقين، ولكن كبرلمان في نهايه 2018 مهمه العمليه كونه تتم وما تمش الانتخابات البلديه. وقت الانتخابات البلديه تولي تؤخر، ما عادش انتخابات بلديه في مارس، نعمل انتخابات برلمانيه في نوفمبر ديسمبر ومن بعد نعمل انتخابات بلديه. نحكيو شويه على الكلوب، نبداو بسؤال جنرال، كيف تشوف ليكيب توا؟ ليكيب كيف ما نشوفها انا مش كيف ما نشوفها العباد، انا نعتبر ليكيب قاعد تصلح قاعد تقدم. فما ضغط صار ولكن النتائج هي اللي تكلم، ونتكلموا بالنتيجه. النتيجه احنا دومي فينال كوب دافريك. اي في البطوله مش ماشي شويه الامور. تمشي ما هو بشوي بشوي تبع بعضها، الربح يجيب الربح، مدرب جديد، ليكيب قاعد يلوج على المجموعه ال 11 نتاعو الاساسيين، قاعد اليوم نعتبره انا بدا يستقر على بعض الاسماء ونقدموا. صارت لنا مشاكل، فما سوء حظ من ناحيه الضربه نتاع اونداما، زاد كونه ما نجمش يشارك في الكوب دافريك، اليوم رجع بلجيكي، فما ولكن من هنا نقولوا نزيدوا شهر اخر بزوز ثلاثه مقابلات تبان خير ليكيب، سورتو كي تنظر لها من تالي، تنظر معناها من الجارديان وانت طالع. كي تبدا عندك الديفونس قاعد تبناه وتحس اللي عندك ديفونس صحيح، الباقي القدام تلقى له حل. هذا هو الاساس. بعض الاصوات خرجت حتى طلبت باقالته سيموني، ممكن نقولوا ماتش كوب دافريك الاخر كان اخر فرصه اللي هو ونجح فيها ولا لا؟ ما كانش اخر فرصه. ما نسبقوش الاحداث، ولكن الكره هيك تشوف معناها ساعات تكون الفوق تلقى روحك في بعض المشاكل وبعض والخساره تقلق. احنا اليوم الربح هذا غير يعطي الربح يعطيك نظره اخرى للوضعيه. الشهاب الليلي وسمير السليم علاش تم التخلى عليهم؟ رغم ان النتائج ما كانتش خايبه، معناها الكلوب متاهله في الكوب دافريك، عزت كاس تونس، ثالثه في البطوله، بون ريزلتا متوسطه، علاش تم التخلى عليهم؟ ما احنا حبينا نبدلوا. شنو التقييم اللي عملتوه باش قلتوا اللي ما نجحوش مع الكلوب سمير وشهاب؟ ما فماش، نعتبر ما فماش تقدم، انا ما فماش بلوس. كنا نربحوا حتى كي ربحنا ربحنا بصعوبه. حتى لو كان الرجل تاعنا موجوده؟ اي مهما كان احنا نحبوا الافضل. يعني انا عندي اساس، انا عندي فرق لازمني نربحها، عندي ماتشوات لازمني نربحها. عندي ماتشوات هي اللي ماتش الكلي اللي نقيم بها الجمعيه نتاعي. نفس الوضعيه كانت تقريبا مع ادري كوستير، كان لول في الشامبيونا وقعد اقالته. هذيك لاسباب اخرى معناها، مش كيف كيف. مش نفس الوضعيه، خاطر ما تنجمش تحكم على هيئه بعد عامين كي هيئه بعد خمس سنين. ما نجموش نعاودوا غلطه قمنا بها، ولكن هذيك في كوستير وقتها فما مشكله كبيره مع الملاعبيه. الملاعبيه هم اللي كانوا الاساس في بعد كوستير. رافضين وقتها. ما عادش هو يعطي تعليمات وما ينفذ تعليمات اخرى. معناها ما عادش موجود مدرب. فما حديث ناس ما تعرفهاش. هذيك هي المشكله.
اكيد طبعا على ماتيو روزيكي، علاش مشى؟ وزوز اسال علاش مشى وكيفاش اقنعته بالعوده؟ علاش تم الاتفاق معنا؟ ما اقنعناهش، هو عبر في رغبته، برغبته اكتشف كونه وضعيته كانت منظمه، تم فما مشاكل ما نحبش نحكي عليها، ولكن تم التحايل عليه من الاجون نتاعو كهو. يتحايل عليه الاجون نتاعو ويخرج ويخلي ليكيب؟ اي خرج، فما اشكاليه من الصعب تفسيرها، ولكن لقى روحه كونه هذيك هي الكره، راهو يجيك عرض اخر لقى يصير ضغط عليه، لاجون تاعو تحيل عليه، خذ له فلوس وفي باله اللي احنا ما خلصناش، فهمت؟ هذيك هي العمليه. من بعد جاء فسر هو شنو اللي في مخه واعطيناه، شاف التفاصيل كها ورجع على روحه كها. هذيك هي. من شديت الكلوب 5 سنين توا هكا برشا سنين يخدموا معك، علاش فماش كونتينيوتي في العمل؟ خاطرني ما قاعد نبحث على الفريق نتاعي زاد. ميسي برشا سنين، سواء في التسيير سواء في المدربين، كذلك حتى الملاعبيه برشا ملاعبيه جاوا مشاو. هذيك هي الكوره يا اخي. مشكل الكلوب هكا، العالم الكل. سيرتو الكرة في تونس. أنا مانيش من المجال، ما كنتش رئيس جمعية عندي 20 سنة، أنا جيت عندي 5 سنين، ما جيت ندعم في الجمعية. جيت نروح نسير ونبحث على فريق للتسيير. اللي ينجح يقعد واللي ما ينجحش يمشي. وهو كتشوف الناس كل تكشفت معناها. فما اللي قدام الكاميرا نهار كامل يبكي ويعمل وكذا، تجي تحطه وقت الصحيح ما فماش. مش تحبني نعم. حطيت رضا الدريدي تو، علاش تم الاختيار على وكيل اعمال اللاعبين؟ باهي رضا، باهي يفهم كوره، يحب الجمعيه، يحب الكلوب، نظيف، مشكله زاد نظيف، مش طماع، نظيف الراجل نظيف. إيه لكن ما شفتش قبل المسؤوليه كيما هكا، نعرفوا وكيل اعمال اللاعبين معناها. ما عادش يفهم في الكوره خير من الباقي الكل. شنو شد مسؤولية لازم يكون ما لاش كل كان شد مسؤولية هي. فما شيء شد المسؤولية، وكي تشد مسؤولية ما تنجحش فيها باش تخليك خاطرك عندك باسي كونك كنت شد مسؤولية. هي عملية تسيير وطريقة التعامل مع اللاعبين وطريقة التعامل مع لي زاجون وطريقة التعامل في الريكروتمون وطريقة التعامل مع المدرب. هذيك هي تكون تعرف تتصرف في هذا الكل. كي كان واحد وكيل اعمال اكيد عنده علاقه مع يتعامل مع الجمعيات ومع رؤساء الجمعيات ومع المدربين ومع الملاعبيه، مهم معناها البروفيل كوم اجون قريب برشا كونه يكون مسير مش بعيد. تعتبر لحد الان نجح؟ طبعا ايه نجح، ما عنديش فما ملاعبيه صحت تقريبا في اقل من اسبوع وعودت غادر الكلوب كيما الغاني ديفونسور. ديفونسور ما تصحح في ميركاتو وبعد عاود تخليت عليه معناها. باهي هذاك شنو مشكلته هو؟ فممتاز العملية هذه اللي تحكي عليها. كون واحد يصحح وتنجم تخلى عليه من غير ما الجمعية تخسر، حاجة كبيرة برشا. كان جينا مع ناس أخرين راهو صحح وطلع مضروب. هكا وقعد وخذ لك بلاصه ترونجي وتزيد تخلصوا معناها. شوف شوف هنا نعتبرها قوه كبيره هذه، كون واحد مصحح وعنده مصحح وعنده كونترا وخذ لك بلاصه ترونجي ويلزمك تخلصوا وتنجم تتفق معاه ويبعد يمشي ويخلي لك المكان فارغ ومن غير ما تخسر فلوس. مهمه زاد. وجدي السيد ايضا قعد اسبوع ما قعدش. وجدي السيد تخلو مازال ما صححش عقد، وانا راني اللي ما صححش كونترار وما يخدمش. انت اتصلت به وقعدت معاه؟ جا وقعدنا معاه وحبينا ندخلو في الجو، من بعد مازال حتى ما بداش مازلنا قاعدين نشوفوا في انا بالنسبه لي انا البوست هذاك عندي مشكله فيه. خلقناه احنا البوست هذا، ولكن ما فماش بروفيل في تونس فهم شنو هو دوره وشنو لازمو يعمل. هذه المشكله نتاعي. اللي تجيبه مدير رياضي في تونس يجي يقعد مع ليكيب سينيور كانه رئيس فرع على كامل، ويبدا معاهم وقاعد معاهم ويثبت معاهم وكاو. لا هو مدرب ينجم ياخذ قرار، ولا هو اداري ينجم ياخذ قرار اداري، قاعد في الوسط.
يعملوا انتدابات ولا كيف؟ واش نعمل انتدابات؟ مش في المعالي كيب سينيور تعمل انتدابات، باش تعمل انتدابات على الجمعيه الكل، تنسق مع المدرب اللي كيب سينيور، تشوف لي بيزوان وتبدا تخدم في الانتدابات نتاعك من نهار اللي تدخل للعام الجاي، وتشوف شو عندك في الليجون ومع المدير الفني نتاع الليجون، تنسق بيناتهم وتنسق مع المدير مع المدرب ومع بعضهم ومع عندك رئيس جمعيه، وتحاول اللي بيزوان نتاعك للمستقبل تحضرهم من تو. انا ناقص اليوم الكلوب اعطيني تو، احنا مشكله لاريير دروا نتاعنا، اعطيني انا تو، الناس تقول مسؤوليه 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 تسيير. انت المدير قديش من مدير رياضي تعد؟ برشا. هالمديرين الرياضيين هذوما فما واحد حل مشكله لاريير دروا نتاع الكلوب؟ فما اثنين لاعبين ممتازين في الكلوب تو، حمزه عقبه مختار بالخيف. ليه تو هكا شفت كيفاش تقول انت؟ اليوم حمزه العقربي تضرب، عندنا كان حمزه العقربي اول حاجه لازم يكون فما لوجيك هنا. ديجا كلمه مختار بالخيفر ما نجبدوهاش. تحكي قبل انت. لا لا ها مش قبل، مختار بالخيفر جاء بناء على الفشل نتاعنا ولا المسؤولين اللي في الجمعيه، المسؤولين الرياضيين، كونهم ما جابوش رومبلاسون لحمزه العقربي. خاطر الاريير دروا لازم يكون تونسي. ما فماش انا علاش اريير دروا نجيبو ان اترونجي، صحيح ولا لا؟ يعطيني انا هديه كهو كان تلقى لي اجابه لهذه خذ لي تهب. تعرف اللي انا كلامي صحيح، عندك حمزه العقربي قداش عندك تعرف حمزه العقربي؟ من صغير في الكلوب. من صغير قد ايه عنده اريير دروا تو في ليكيب ا؟ فما 7 8 سنين. باهي فما رومبلاسون ليه؟ فماش. هكا يزي هذه كهو، قد ايه من المدير الرياضي اللي هو دوره كونه يحضر لي بيزوان نتاع الا ليكيب سينيور، يحضروا منين؟ يا بالريكروتمون كبار والا صغار والا في الليجان نتاعك، ما فما حتى واحد حضر. لكن نقول قائل النتائج كانت موجوده. انت لا عيب النتائج. فما انتدابات ناجحه معناها، مش كل شيء فشل معناها. لا لا فما ما هو احنا انا الناجح هذاك مش مزيه هذاك بالصفه هذيك. حاجتي انا نغزر كان الفشل. ما نغزرلوش النجاح، النجاح هذاك حاجه ثابته. ما مزيه انا باش تنجح ملوش جاي مسؤول. معناها انا تو مش نجي نقول انا راني عامل مزيه، ملوش شد مسؤول في الكلوب. مش مزيه. ما دام تحمس السولي لازم تخدم وتسكت. نتحاسب على الاخطاء. يا اخي انت تو في المشاكل اللي صايره ما هو كيف كيف الجمهور يتحاسب معايا على الاخطاء نتاعي. يا اخي خالد يتحاسب معايا على الباهي. صحيح. ما تحاسبش معاك هذاك مش مزيتك. جبت بطولة اي سي بيان، جبت كوب سي بيان، تو ان شاء الله نجيبوا كوب دافريكي، اما هذاك مش على مش مزيه. ما دامك شاد رئيس الكلوب لازمك تعمل هكاك، اما يحاسب فيه على الاخطاء، انا نفس الشيء، نحاسب في الناس الاخرى على الاخطاء. عمل الاخطاء سليم الياحي. انت بيان سور مكدس بالاخطاء. حكيت فين الاخطاء نتاعي عن حسن نية. ها؟ اي لا ما عنديش. انا نعتبر ما عنديش اخطاء على خاطر الاخطاء نتاعي مش مسؤوليتي، انا قاعد نحضر في جمعيه ونحضر في فريق للتسيير. كان بدلت عباد على خاطر لقيتهم ما تفاهمتش معاهم في فتره معينه، غير قادرين على تقديم الاضافه على حسب البرنامج نتاعي. الاخطاء نتاعي الاساس، الخطا الكبير اللي انا نشوفه كونه صرفت برشا فلوس في حاجات ما تستاهلش. معناها وذاك جزء من نقص الخبرة، خاطرني أنا دخلت للمجال جديد. نحب الكليب ولكن مانيش مسير رياض. اليوم ولكن اليوم نظرتي للكرة تختلف على 5 سنين فاتوا. هذاك هو هذاك هي النقطة، هذاك اللي نعتبره أنا خطأ، واللي هو راهو بالنسبة للناس خطأ وبالنسبة لي أنا هذاك يجي مع الخبرة، كونه حطيت فلوس مش في بلاصتهم، ما ركزتش برشا على البنية التحتية اللي هي كانت أساس وحاجات نجم تكون ثابتة، ولكن مازلنا نخدموا احنا توت وسط. طيحت شوية في النيفو نتاع الانتدابات، ما في حتى أحباء يلوموا، ماهيش في مستوى نتاع الترجي ولا حتى مستوى الانتدابات اللي كانت قبل في الكلوب، كانوا أسامي كبار كنت تجيبهم، تو ولوا أسامي أقل شوية من البطولة من أندية صغيرة. لا علاش؟ أعطيني شنو؟ بالعكس فما ولات فما خبرة في الانتدابات، تعرف تنتدب زاد، مش الفايدة معناها تو أنا من الانتداب احنا جبنا كارل ماكس، كارل ماكس تتذكروا؟ مين جبناه؟ كان يلعب في المغرب، هكا؟
تعرف قداش ريناه؟ 3 مليارات مليون و100 الف دولار، معناها 3 مليارات تونس. الحداد من صفاقس بقداش خذيناه؟ كيف كيف؟ ايوا ها هذه معناها هذه هي الانتدابات الكبيرة. فما جابوا زاد اسم. جابوا حكاية أخرى. جابوا حكاية أخرى. فما صاب الخليفة زاد نجح. جابوا حكاية أخرى. جابوا احنا ما نقول لك زاد خلينا نكون واضحين. مش احنا اللي اكتشفناه جابوا. كونفيرمي. جا كونفيرمي اكتشفته الاسبيرونس تبع. فاحنا خذينا هو. مش احنا اكتشفناه. فهمت؟ معناها وجابوا جا زاد هو خذا فلوس. ولكن ما احنا ما كنفش برشا شراء مش كيف ما خدينا كارل ماكس ودرا شنو هذه النقطة يلزم نكونوا متفاهمين فيها معنى مش عملية كونه اليوم انت زادة فما فرن فما كيف ما تجي انت تلقى شو اسمه اونداما فابريس كنا مش نشريوها عامين التاني بدوز مليون دولار وما تفهمناش مع الفريق نتاعو في اخر لحظة قعد لي نخرج ليبر ومن بعد واعطينا الفلوس اللي هو. اي ماهوش نفس اللاعب هو بتاع من التالي كيما تو بعد. اي تضرب بالراجلك هو هاتو. اي مش نفس اللاعب نقولوا عامل التالي بجوز مليون سنه بمليون. دونك ما عادش نشوفوا اسامي كبيره بتجي لكل يوم تولي هكا سياسه نتاع الانتدابات معناها. لا مش هكاك اما كي يبدا فما اللاعب كونفيرمي ثابت ويلزم نشريوه من جمعيته نشريوه. ولكن ما عندناش حاجه هكا. ما لقيناش ديجا الوضعيه مازالت معناها التوجه نتاعنا مع المدرب الجديد زاد حكايه الانتداب ومدرب مش معاك مش باهي لازمك مدرب لازمك استقرار على مستوى الاطار الفني ثم تقدم في الانتدابات. باهي نحكيو شويه على هوندو باسكيت ظهر لي يعيشوا نفس الوضعيه زوز ابرز النجوم نتاع ليكيب ظهر لي خرجوا 7-8 ملاعبيه هوند فيهم 90% دوليين في الباسكيت كيف ملاعبيه هزت لفلو باسكيت ما عادش في الكلوب. شنو وقعت صاير في زوز فروع هذو؟ انت حسب رايك النتائج تو انت اليوم احنا قد في الشهر 27 ولعبوا راهو كلكو ماتش. اي ما ثلاثة ماتشات لعبت الهوند باسكت تبدا الجمعة هذي ما زالوا معنا ما بداوش. اي ولكن عملوا دي ماتش عملنا ريكروتمون في مع واحد مع ان امريكان هذا السوبرمان مسمينه. جا ديجا في الباسكت لعبنا دي ماتش مقابلات وديه وربحنا نقاط فارق كبير اما نجوم الكلوب اللي هزوا في الباسكت اغلبهم نقولوا في راتس موجودين هي احنا نخلقوا النجوم شنو نجوم الكلوب يخدينا نجوم احنا خلقناهم واحنا كي ما عادش يعطيو للكلوب خلقنا نخلقوا في النجوم جدد لا ما عادش يعطيهم. لعبيه زينا دو باسكيت. ما عادش يعطيهم. لعبيه دوليين في منتخب كرة القدم. الدوليين عندك انت ما عندي انا في الكلوب ما عادش يعطيهم. المجموعة اللي موجودة انتهت بالنسبة لي انا. كبروا ومش حتى كبروا ما عادش يقدموا الإضافة. ما عادش يقدموا. هيك تشوف برشا خساير في الهوند والباسكيت. في الهوند والباسكيت عملنا سياسة أخرى قررنا كونه نعاودوا ليكيب. وعاودنا ليكيب. وك تشوف واعطينا فرصه للليجون نتاعنا عندنا دي جون باهين في الهوند وفي الهوند خاصه هازين دي تيتر في الباسكت اللي عملنا الكيب باهيه وتشوف النتائج اسمه نصبروا شويه احنا راهو ما تنساش راي المعارضه في النادي الافريقي تقول معارضه اقوى من المعارضه اللي في الدوله معناها تخدم بقوه هذيك هي المشكله نتاعنا راه الناس ما تستناش وتشوف اما النتيجه تو تحكم هاكا شوف الناس تو قاعده تتكلم على الهونش قاعدين عاملين على في الباسكيت على ركله مول اللي صار في الباسكيت امورنا واضحه اليوم الفريق ملوه اداره احنا واهل مكه ادرى بشعابها احنا نعرفوا واش عندنا الداخل نعرفوا كون الناس هذه مازالوا يزيدوا ولا ما عادش نعرفوا شنو هي الاشكاليه هكا هو بين خليك كلمة الختام ما عرفت سؤال سنيت نسأله لك والا كلمة تحب تعديها لجمهور الكلوب ولا الشعب التونسي ما عرفتش كما تحب لك انت. لا جمهور الكلوب ان شاء الله ان شاء الله التيتر هذايا معناها حاجة في التارجت معناها نتاعنا يعني وان شاء الله يجي الباب جديد في نوفمبر. البطولة قاعدة ليكيب قاعدة ننظروا لها بوزيتيفمون قاعدة تتحسن نقدموا من بعد نشوفوا كان فما كان يلزم نبدلوا تو نبدلوا اما توا احنا
نصبروا شوية ما لعبناش برشا، نزيدوا نقدموا في الكاف إن شاء الله نهزوا التيتر هذا. وكهو أنا الأساس خليني نحكي على التيتر هذا، ومن بعد البطولة بطولة سهلة ترجع الجمعية تشد روحها، المورال يطلع. بطولة سهلة، بطولتنا في تونس ما سهل، يعني بطولة موجودة هزينا عنا عامين هزينا بطولة، معناها ماهيش خلينا نهزوا الكاف. احنا تو نحب الناس الكل توقف في هالشهر هذا مع الجمعية باش نهزوا الكاف، خاطر هز الكاف معناها نعتبرها مرحلة جديدة ويعطي روح روح للجمعية، يطلع المورال اللاعبية، يخلينا نعطيو البلوس في يتحسن الأداء نتاعنا على مستوى البطولة التونسية، وندخل نرجعوا للأفريق، نرجعوا بالتيتر معناها هذا.